نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين والمؤمنات، نعيش زمنا غريبا تتقلب فينا الأحوال بشكل متسارع، ويصيب كثير من الناس قلقا في مثل هذه الأحوال، ويختلف الناس في نظرهم إلى ما يجري في الأمة من أمور عظام على حسب معارفهم وتجاربهم ورؤيتهم فيما حكى الله تعالى عن الأمم السابقة، وما يعرفه عن السنن الكونية التي يجري الله عليها أموره في خلقه. وقد يصيب الناس قلقاً يجعلهم لا يستطيع أحدهم أن يغمض عينيه لكثرة ما يرى، ولا يكاد يرى مخرجاً مما فيه كثير من المسلمين. أود أن أذكر بكلام قلته سابقاً لكن الذكر تنفع المؤمنين. الأمر الأول أنه نحن نوقن أن الحياة لا تصفو لأحد، وأن الله تعالى وعد المؤمنين والمؤمنات أنهم إذا عملوا صالحا وكانوا من الصالحين أن الله تعالى سيعطيهم حياة طيبة. لكن الحياة الطيبة لا تعني بحال أنه لن تختبر ولن تبتلى. لم يقل أحد أن الحياة الطيبة هي هذه، بل إذا نظرت في التفسير رأيت أن الحياة الطيبة قال بعضهم الرزق الحلال، وقال بعضهم طمأنينة النفس، وقال بعضهم العبادة في الدنيا، وقال بعضهم انشراح الصدر للطاعة، وكل ذلك داخل في الحياة الطيبة. لكن المصائب واقعة ولا بد. لقد خلقنا الإنسان في كبد يواجه مضائق الدنيا وشدائد الآخرة كما قال بعض السلف. فالحياة لا تصل لأحد، وما منا من أحد إلا وهمومه منصبة في رزقه، في عمله، في دراسته، في حياته الأسرية، في مستقبله في هذه الأرض، في تربيته لأطفاله. ما منا من أحد إلا وهموم له هموم، والناس يختلفون في ذلك اختلافا. لكننا نعلم أن الله تعالى لا يبتلي العباد إلا بما يقدرون على تحمله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يمكن أن يبتليك الله إلا بشيء تستطيع أن تتجاوزه، والابتلاء فيه خير عظيم، سواء ابتليت بخير أو ابتليت بشر
ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالإنسان يبتلى بخير أيكون من الشاكرين أي يقدر هذه النعمة، والإنسان يبتلى بالشر حتى يصبر وحتى يقدر النعمة وحتى ترفع درجاته وحتى يتبين الأعداء من الأصدقاء وحتى يرفع الله تعالى بذلك أقواما ويضع الآخرين. فهناك حكم لا بد أن تستخرج من هذه الابتلاءات، لكن الأهم وهو أن لا يصيب الإنسان اليأس والقنوط مما يرى ويسمع، وهذا يعني أن الإنسان يحسن الظن بالله تبارك وتعالى ويرى أن حكمة الله تبارك وتعالى لا يمكن للإنسان أن يحيط بها، وأن الإنسان قد يفوته الكثير مما يجري وما هي مخرجات ما يحصل. أن يتوقع الإنسان الجميل من الله تبارك وتعالى، هذا هو حسن الظن بالله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله، وفي رواية: إن ظن خيرا فخيرا وإن ظن شرا فشرا. فإن كنت تظن خيرا فسيكون هذا الخير بإذن الله، وإن كنت تظن شرا فسيكون هذا الشر، فانظر أين تريد أن تضع نفسك. ويلزم المؤمن الذي يعرف ربه ويعرف عظمة الله تبارك وتعالى لا يمكن إلا أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. في حديث مشهور صححه كثير من أهل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك ربنا من قرب غيره وقنوط عباده. الله تعالى يضحك من قرب تغير الأحوال مع قنوط العباد، لأن العباد لا يرون في الضيق وفي الابتلاء، ينغمسون في هذا الابتلاء فلا يرون الفرج بعده، والله تعالى يضحك لهذا الحال. فقال صحابي: أو يضحك ربنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: لن نعدم خيرا من رب يضحك. فالذي يعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته لا يمكن إلا أن ينشرح صدره وأن يتوقع الجميل من الحكم، من الفتوحات، من الانتصارات، من الأرزاق، من تبدل الأحوال من شر إلى خير، ومن من الحسن إلى الأحسن، لأنه يعلم أن الله تعالى لطيف بعباده. والذي يسيء الظن بالله تبارك وتعالى إنما هو المنافق، وإنما هو الذي لا يعرف الله تبارك وتعالى، فهذا الذي يسيء الظن بالله تبارك وتعالى، كما كان حال المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يرون المؤمنين يخرجون للمغازي والغزوات فيظنون بهم ظن السوء، يقولون سيموتون ويتركون الأهل ويتركون الأموال ولن يرجعوا من تلك الغزوات. قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. معاشر المؤمنين، حسن الظن بالله تبارك وتعالى لا يعني أن الإنسان يكون متفرجا فقط وينتظر الفرج ولا يحرك ساكنا، بل العكس، الإنسان يسعى ويعمل ويجاهد الشر ويواجه الشر ويعمل لتقليله وزيادة الخير،
ويعتقد أن الأمور بيد الله تبارك وتعالى. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمن أحسن الظن بالله أو أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، وأن يرزقنا حسن الظن به سبحانه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. وبعد، dear believers, we are living in a difficult time. We are living in a time when doubt and pessimism are taking over and spreading amongst many people. No one can know what the future holds for us. Only Allah subhanahu wa ta'ala, the Creator, the one for whom nothing happens in His creation without His will, knows everything that happens, and He is in control of everything. And here the believers must be different in their perception of life, and not just stop at the materialistic aspect of life. We believe that this life is a life of trials, and that everyone goes through trials. No one is exempt from them. Even the greatest prophets, the most beloved in the sight of Allah, have been tested. Allah subhanahu wa ta'ala said, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. We have indeed created man in difficulty. Mankind passes through trials here and in the hereafter before reaching the final destination. Who amongst us here is not worried about work, about studies, about family life, about marriage, about children's education, about illness, about the future in these countries, etc.? What is our position as believers, and how should we react in the face of all kinds of trials? First, Allah subhanahu wa ta'ala only tests people with what they can endure. This is the meaning of what Allah said, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah does not burden a soul except with what it can bear. And Allah has answered the call of the believers when they said, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. And He said, سبحانه وتعالى قد فعلت. Our Lord, and do not impose on us what we cannot bear. Allah said, I did it. Secondly, and this is the most important point that comes from our iman, an act of the heart that distinguishes the believers from the hypocrites, the good opinion of Allah, husnul dhanni billah, that Allah acts only with wisdom, with mercy, and that there is only goodness in all that Allah does. In the hadith Qudsi, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that Allah said, I am what my servant thinks of me. So let him think of me as he likes. And in another version, if he thinks good, it will be good. And if he thinks bad, it will be bad. The meaning here is that if you think good of Allah, you will get good. And if you expect something bad, you will get what you expected. The good thought about Allah is based on our belief that Allah is perfect, that subhanahu wa ta'ala, He is exalted in power, He is the merciful. Allah subhanahu wa ta'ala has power over all things, and He is the provider, He is the possessor of things, He is the all-knowing. So what do you expect from Him who has such attributes? This is the attitude of the believers. الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Those to whom the hypocrite said, surely the people are gathered together against you, so fear them. But it only strengthened them in faith, and they said, Allah is sufficient for us, and He is the best to dispose of affairs. And on the contrary, to think negatively of Allah
is the characteristic of the munafiqun and the unbelievers. So udhanni billah, they remain constantly pessimistic and negative, and it is a grave sin. The believers, there is goodness in all that Allah has created, and there is wisdom, and His wisdom is beyond us. We cannot understand every time everything, but let us not forget that nothing happens without the will of Allah. And we have to fight evil, and we have to do the causes and not to remain observers, because that is our responsibility. But deep in our hearts, we keep a good opinion of our Lord. So having a good opinion of Allah is not just a hope. We have to put it into action. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala said, the believer thought well of Allah Azza wa Jal, and this reflects in his actions. So he also act well. While the hypocrite thought negatively about Allah, and this reflect in his actions, and that is why he did bad actions and he sinned. هذا وصلى رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل من كل ضيق فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.